تطلع ومرة تهبط ومرة تزيد، وكل مرة يجيك إنسان جديد معناها في الانتخابات تنزاد لك الأداءات. لا هنا باش يسن لك قانون، يسن قانون أنه فما تخفيض في الأداءات. أنت اش تعمل باش تضمن مستقبلك ومستقبل صغارك؟ معناها ما تقعدش بهالكم الهائل نتاع الانتخابات، كل عام انتخابات، كل عام وجوه جديدة. تعمل قانون يخفض في الانتخاب في الـ في الـ في الـ في الـ معناها الأداءات، باش معناها كوتا معينة ما عادش تتنحى بالكل، تبدا مرتبط هذاك خلاص أقل في النوعية ذاك، ما تزيدوش معناها سواء زيد ولا عمر يجي يحكم. بالنسبة لي أنا خلاصي هيك هو، ما نقعدش تحت رحمة حتى إنسان. أنا إنسان، أنا مواطن حر، أنا مواطن حر، أنا باعت مشروع حر حر ومخلص أداءاتي كل، سواء الأداءات الأداءات معناها الاقتصادية ولا الأداءات الاجتماعية. معناها أنت كتخلص الأداءات في الضمان الاجتماعي تضمن التقاعد متاعك، تضمن الدواء متاعك، وتضمن سير المنظومة والدولة. باهي المنظومة معناها كي انت تبدا تخلص تبدا الدولة تتمادى وتمشي وتدور، ما تقفش ويصيب على الإفلاس. تو فهمتش؟ السير، تضمن السير والتقدم. انت شنو تعمل؟ وتقدم على أسس فيكس ثابتة، عندك قانون تطبقه، كوتا منخفضة، هيك نخلصها ونمشي على روحي. نخلصها من أول العام ولا من آخر العام ونمشي، معناها ما نزيدش، ما نقعدش مرجوع، أو جاني جديد منتخب جديد باش يزيدني، وكل عام يزيد منتخب جديد باش يزيدني، مشني مرتبط بشي هذا. ولذلك أنا ندعوكم تلقى آثار في أي مكان في العالم وفي تونس، تمشي ديريكت تصوت الآفاق لأجل هذا القانون، بخلاف أنه ضمان كما قلت زاد قالوا على ياسر قوانين معناها بالنسبه للطفل، باش ما يقعدش طفلك متشرد من مكان لمكان، معناها يلزموا معناها يكون في منظومه تربويه مؤطره من الصغر، والكثير تحثوا، وكان معناها اجتماع ممتع. وانا دعوه ليكم وناس ثقه ونفس مؤمنه، وتطمنوا بهم على اهاليكم وعلى اطفالكم وعلى عيالكم وعلى كبار السن نتاعكم، في ضمان حق انك تخلص كما قلت اقل نسبه في الاداءات، وانك تكون مؤطر في التعليم، وانك تتقدم بحياتك، وحكاية اكثر في مجال العمران وفي المباني وفي الكثير من المجالات. انا يصعب عليا اني باش نعيدهم الكل تو في هذا الوقت، لكن انتم تنجموا تمشيوا للسيت ديريكتومون، خاطرني انا مانيش مختصه في هذا المجال، مشيت من غير فلوس، ومعناها ما يدفعولكش باش تحضر، انت تحضر وحدك، فهمت؟ معناها غافيني يجينا نظيفه، يجي تمشي تلقى ناس تخدم فيك من غير ما تقعد، معناها من غير فلوس ومن غير يجيوك بالفلوس وكالحكايات هذيك. متطوع حس متطوع كيما قلت سخنت شوية. تمشي وصوتوا ديريكت أثق تونس، مهما كان العدد أثق تونس، نزيد نوريكم أثق تونس. أثق تونس الخمسة هذيك، خمسة نجمة العالم التونسي، الأركان الخمسة متاع دين الإسلام والسماح والتسامح مع جميع دول العالم والديانات. ومرحبا في تونس بالناس الكل، ونتمنى الفوز للحزب أفاق تونس. أفاق تونس ندعوكم تخفيض. راو إذا كان ما تحددش موقفك في أنك ترسي قانون في التشريعية، راك ماكش باش تنتخبوا رئيس انت هنا، راك باش تنتخبوا يسن القانون نتاعك انت. طلباتك تولي في قوانين، ما عادش طلبات عشوائية مرة يطلعها ومرة يهبطها ومرة ينحيها وانت تحت رحمة اي انسان. قوانين ثابتة، عند قانون تجبده تخلص عليك الكوتا معينة،
وتمشي على روحك منخفض منخفض معفي معناها بخيسك معفي من الاداءات تمشي تصور الافاق تونس ربي وفق باش تسلك القانون نتاع تخفيض الاداءات الجماعه اللي يعيشوا لبرا دعوه للجماعه اللي يعيشوا لبرا راهو هنا تابع الفينانس تخفيض في الاداءات انت كي تروح بدبشك وتروح معناها في بعد سنه كامله راهو هنا قانون يخفض الاداءات افهم شنو معناها يا مواطنين بالبرة انا راني متطوعه اقسم بالله متطوعه لكن فيقتكم تخفيض في الاداءات كي تروح من بلاد البرة تلقى قانون رسمي ومخفض في الاداءات خارج من التشريعية ربي معاكم ربي يوفقكم وان شاء الله مربوحة افاق تونس في الخارج وفي الداخل حزب معتدل متسامح مع جميع الديانات وعنده الخمسة نجمة علم تونس الأركان الخمسة متاع الدين الإسلامي يعني معتدل يحترم الديانات وكذلك يحترم هوية العالم التونسي والديانة الإسلام ربي يوفقكم وإن شاء الله ديما ذخر للوطن هاي لحومات الوطن ربي معكم أمل السلامي.